من وسط الملعب، الكرة بتتحرك. حسن محمد سريع، حسن محمد بيحاول يمر، بيهدي كرته حسن محمد، مع بعده عم بيحاول يحصد الكرة، بيسدد حسن محمد، تسديد مع كورنر، كورنر بينلعب، بتدخل محمد دكرمانجي ليقطع الكرة، بتعود الكرة لمصلحة أصحاب الأرض مع كرة عرضية، دكرمانجي بيخرج من مرمى، بيقطع كرة عن طريق فهد عودي، فهد عودي تمريرته الأمام، خطر الكرة لمصلحة الفريق الأحمر، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، مقطوعة الكرة من دفاع النجمة، مقطوعة الكرة من دفاع النجمة بمنتهى الخطورة، كانت الهجمة لمصلحة الإخالة العلاي، وهذه تمريرة أمامية لحسن محمد، حسن بتقدم الكرة، حسن بعده عم يتقدم، بيحاول يمر، بمر بالمرة الأولى، بيلعب كرة عرضية إنما كرة مقطوعة، الوقت على بعد ال 25 متر، بيسدد إنما تسديدة ضعيفة جدا بين يد الأمكنة لمصلحة النجمة أحمد مغربي، أحمد بيلعب مباشرة باتجاهه لمرمى أحمد تكتوك، وكرة باللحظة الأخيرة محمد شمس، محمد بتقدم بهي الكرة، لا زال عم يحتفظ بهي الكرة، بيحتفظ بالكرة بسدد تسديدة، تسديدة رائعة جدا من محمد شمس، جميلة جدا محمد شمس، عم نشاهد بالإعادة بمكان وقوفه تماما لأحمد التكتوك، هناك لمسة يد على أكرم مغربي، لمسة يد إنما الحكم بشير لمتابعة المباراة مع علاء بيضون، أكرم مغربي، أكرم مغربي رقم 13 بيحاول يمر لعند مامام، مامام بينفرد، مامام 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 بيضيع 22 بعد عم يتقدم، بيلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، هناك لمسة يد عم بيطالبوا فيها، عم بيطالبوا فيها جمهور بالإعادة، بالإعادة عم نشوف الكرة هل لمست يده؟ واضح هناك لمسة يد لمصلحة فريق النجم الانطلاق من هذه المرتدة مع حسن محمد، حسن محمد خطر جدا، حسن بتقدم داخل منطقة الجزاء، بيلعب كرة عرضية بتتخلص الكرة، تمريرة لعند مامام، مامام بتلعب كرة لعند حسن محمد، حسن محمد بيدخل منطقة الجزاء، بيلعب كرة عرضية باتجاه محمد جابر، ممكن تسدد تسديدة بتتخلص عن خط المرمى، تسديدة بتتخلص عن خط المرمى، كان قريب جدا من افتتاح تسديدة محمد جابر بالوقت الأخاء، بنطلب الهجمة المرتدة، كرة لمصلحة الإخاء، خطرة هالكرة مع كرة لداخل منطقة الجزاء، بتسدد بتخلص، موجود وليد سباعي لوحده بهالكرة، هل هناك خطأ لمصلحة النجمة؟ الحكم بشير انه هناك خطأ لمصلحة فريق النجمة، خطأ لمصلحته لوليد سباعي، اعتراضات عم تكون من جمهور الإخاء الأهلي علي على الأنصار، هالأمر يعني هناك أربع نقاط بتفصلوا عن فريق النجمة في حال فوز النجم اليوم، مع كرة أمامية لمصلحة الإخاء، بتدخل التكنولوجيا الخلف من دون ما يكون متسلل احمد النعماني، مر بطريقه ممتازه فعلا، 10 على 10 لاحمد النعماني، 99-2000 كان هناك لقاء بيجمع النجم مواجهه الاخاء بالوقت، لحسن محمد حط مباراه جزاء، حسن محمد بيسدد بمكان بقي او الدقيقه المتبقيه من الوقت الاصلي، مع كره لمصلحه الاخاء الاهلي علي، مع كره عرضيه، كره عرضيه بتمر امام أو سيعادل النجم من الكرة الأخيرة، سنتابع، كرة انلعبت على حدود منطقة جزاء، مقطوعة الكرة بتعود لمصلحة فريق النجمة، بهالوقت بشير أواسي عم يعلن عن نهاية المباراة،